كل يعتقد بأن الغرب انتصر على النازية في إنزال النورماندي، هذا الإنزال العظيم، والقلة تعرف بأن هزيمة هتلر بدأت في عام 1941 على أسوار موسكو بعد عامين تقريبا من بدء الحرب، ولم تكن القوى الغربية خاصة الولايات المتحدة تقوم بأي عمل ضد النازية، وكان ستالين يطالب أمريكا بالتدخل وهي ترفض، كانت تريد من النازية والشيوعية أن يدمروا بعضهم البعض فتسيطر أمريكا على أوروبا بعد أن تكون أوروبا أيضا قد دمرت. والمرحلة الثانية للانتصار الروسي كان عام 1942 بعد حصار ستالينغراد وبدء الهجوم الروسي المعاكس الكبير، واستمر الهجوم الروسي حتى صيف 1944، يعني تقريبا 3 سنوات والغرب لم يقاتل النازية، وأقصد تحديدا أمريكا وليس الغرب بشكل عام. عندما اكتشفوا بأن الروسي يعني قاب قوسين أو أدنى من الانتصار، قرر الهجوم واختطاف الانتصار ومنع الروسي من التقدم باتجاه أوروبا الشرقية، ألمانيا وغيرها، هذا هو سبب الهجوم. التتمة أن محاكمات نورنبرغ المشهورة كانت للقادة النازيين الذين رفضوا التعاون مع أمريكا، أما كل من تعاون عزز وكرم في أمريكا وفي الدول الغربية. أول الصواريخ الأمريكية صنعها النازيون الألمان، ناتو أسس على أيدي الضباط الألمان، حاكم المصرف المركزي الألماني أقرب شخصية لهتلر عاش معزز مكرم في أمريكا، قادة النازيين الأوكران ومنهم قادة منظمة بانديرا توفوا ما بين ألمانيا نفسها الغربية وأمريكا. فإذا امتلاك هذه الخدعة هو الذي جعل أمريكا تسيطر على العالم. نفس الشيء قضية المحارق، 6 ملايين، لا يوجد أي دليل بأن هناك 6 ملايين يهودي قتلوا، وربما حصلت محارق لا أحد ينفيها وهناك معسكرات اعتقال صحيح، ولكن الدليل على أن هذا الموضوع مسيس وليس إنساني ولا حقيقي، كيف نتحدث عن 6 ملايين ولا نتحدث عن 26 مليون سوفيتي قتلوا في تلك الحرب؟